فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالأمس قرئ كلام لابن القيم رحمه الله أن الماء البارد يعطي الجسم قوة وصلابة، فهل هذا يعني أن من يغتسل بالماء البارد يصبح نشيطا وقويا فيكون منصوحا به؟ إذا كان البرودة تتحمل ما في شك طيب هذا، أما إذا كانت البرودة تشق عليه أو فيها خطر عليه فلا، ما يجوز هذا. نعم.